إذن الأعزاء، ما زلنا بنتواصل معكم من المعارض التجارية والاقتصادية. سعيدة جدا أن يكون معي الفنان الجميل صديق سرحان، هو مشارك اليوم في هذه الليلة. مرحبا بك الفنان صديق سرحان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. شكرا لك الأستاذة إيمان، وشكرا للأستاذة الجميل المصور حسام، وشكرا لقناة الجزيرة الفضائية. أنا سعيد جدا في هذه اللحظة. يعني في البداية الأستاذ صديق، يعني كلمنا عن أهمية اليوم ده بالنسبة لك وأنت قائد لمسيرة الفن. شكرا لك يا أخي، والله الحقيقة يعني هذا اليوم بيمثل لي يعني شيء جميل جدا، إنه أنا بعتبره ده نوع من الثقافة الجميلة أو الثقافة العالية. يعني إحنا أول حاجة بنشكر غاية هذه الولاية الوالي الدكتور محمد طاهر إيلة على ما أتاحوا لنا في جزيرتنا وفي ولايتنا من أشياء كثيرة جدا. وهذا اليوم أنا بيمثل لي أشياء جميلة، يعني إنه مع الحضور ومع يعني استضافتي معكم في هذا البرنامج الجميل، يعني فدي تحت فرصة جميلة بالنسبة لي. والحقيقة الكلام كثير، الواحد لو حاول يتكلم عنه يعني كثير جدا. يعني فعلا أستاذ صديق سرحان، يعني مشاركتك اليوم مشاركة قوية وحضور قوي، يعني بيستمع لك ويمكن من فترة ما يستمع لأغاني صديق سرحان. يعني والله يا أخي، أنا يعني أنا سنة يعني بالمناسبة في هذه اللحظة أنا سعيد جدا أنه شايف من جيلي يعني في ناس يشاركوا، ومن الشباب الناس اللي قاعدين، يعني شايف يعني في حضور جميل جدا ومشرف لهذه الليلة الجميلة. يعني ونسأل إنها الليلة تكون أجمل وأجمل في مشوارها إن شاء الله في هذه الليلة الجميلة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذ صديق سرحان، رسالة أخيرة للشباب، يعني ونحن يعني بنشاهد وبنشوف إنه في الفترة الأخيرة يعني أصبح الغنى الشبابي يعني شوية كده، ما دارين نقول هابط، لكن يعني ما بعناية. فأنت كفنان قدير لك مكانة، فيا ريت توجه رسالة لكل الشباب اللي بيشوفنا. والله أنا فعلا بوجه رسالة لكل الشباب إنهم يبعدوا من الغناء الهسي اللي المتداول، يعني متداول بصورة يعني واسعة. نحن عندنا ثقافات وعندنا تراث عالي جدا، يعني ممكن نتناوله مختلفة، يعني عندنا ثقافات مختلفة وعندنا أشياء كثيرة يعني مفروض يتناولوها الشباب الهسي. يعني بنسمع في غنى، يعني أنا أرجو من الشباب إنهم يتناولوا الشيء دائما بودوه اللي قدام. يعني في نحن طبعا لسه عمرنا كبير جدا في المشوار الفني. لا العمر كبير، لكن استنى المزيد. يعني والله يا اخي المزيد فيه، لكن انا برضو يعني لا زال بدي رساله للشباب انهم يبعدوا من القناة الهسي نحن بنسمع فيه، يعني وما انه عندهم اصوات جميله وعندهم يعني اداء جميل. انا اتمنى انه الاداء والصوت الجميل ده يتناولوه في حاجات اجمل واجمل، على اساس انه يعني ما يضيعوا لنا ثقافاتنا وتراثنا. يعني في تناوله في غناء يعني ما عنده أي معنى، مع احترامي لهم الشديد يعني. فإن شاء الله يسمعوا الكلام ده وحاولوا يعني يطبقوه، ونسمع منهم الأجمل والودوم لقدام بإذن الله تعالى. يا أبو سمح الخبر يا أبو، يا أبو سمح الخبر يا أبو.